لا يا عزيزي، مراكش مسطول ولا اي نيله، انت زي الفل. هي قناه علي سعيد، ما تتخضش من العنوان. ولكن النهارده احنا هنطرح موضوع اجتماعي بعيدا عن كره القدم. الناس اللي كانت متابعاني زمان عارفه ان انا كنت كل معظم المواضيع اللي انا بشتغل فيها كانت مواضيع اجتماعيه وبتاع، ولكن الناس ابتدت تفكرني في الرسائل وقعدوا يقولوا لي ما ترجع تعمل مواضيع اجتماعيه زي زمان وبتاع. فحبيت بصراحه الفكره ان انا ارجع ابدا موضوع اجتماعي ان شاء الله. يعني لو عجبك هذه المواضيع يعني سيب لنا رايك في كومنت واعمل لنا لايك من هنا الان، وقول لي كمل في هذه السلسله الجديده يا علي. وعامه يعني ما دام انا رجعت في حاجه انا بحبها لا تضر حد ولا بتغضب ربنا، واي نوت، يعني مفيش اي مشكله نبدا، مفيش اي مشكله. اتعلم مني دي، ما دام يعني خطر في بالك حاجه ونفسك تعمل حاجه ومش هتضر غيرك ولا بتغضب ربنا، ارجع اعملها مفيش اي مشكله. فان شاء الله يعني اتمنى ان هذا الموضوع النهارده يعني ينال اعجابكم. انا متوتر شويه، حاسس ان انا واقف على خشبه مسرح ولا اي نيله، حاجه جديده عليا يعني. ولكن ارجو تشجيع يعني لو عجبك هذه الفكره يعني، وان شاء الله سلسله جديده باذن الله ومواضيع جديده الفتره القادمه. جاهزون؟ الفتره دي يا عزيزي اكتشفت ان السوشيال ميديا ابتدت تصدر لنا طاقه سلبيه غريبه قوي. يعني انا كل ما افتح الفيسبوك او الانستجرام، بلاش الانستجرام عشان دول عايشين في المالديف وبتاع، مالناش دعوه، الله يكحمهم كلهم يعني. ولكن كل ما بنفتح الفيسبوك ولا تويتر ولا اي حاجه من دول يعني، بلاقي ان في حاله انتحار، شباب كتير بينتحروا وبنات كتير بينهوا عمرهم عند السن ال 25 سنه وال 20 سنه وال 30 سنه وبتاع. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الاكتئاب، وربنا ما يكتبه على حد منكم ابدا. الاكتئاب ده يا عزيزي مرض يعني كده ممكن يخش كده جسم الواحد وياخده بالحضن من غير ما الشخص ياخد باله. منظمه الصحه العالميه مثلا قالت ان في بليون شخص مصاب بالاكتئاب في العالم كله، وكل 40 ثانيه في حاله انتحار بتحصل في العالم كله. يعني كل 40 ثانيه واحد بينتحر وبينهي حياته. يا نهار اسود، يعني انا ممكن يبقى ليا واحد صاحبي دلوقتي بيفكر في الانتحار وممكن ينتحر في يوم ما. للاسف الشديد يا عزيزي جايز طبعا، وجايز كمان ممكن يكون الاقرب الناس ليك وممكن تكون انت. في مجتمعاتنا العربيه يعني الحاجات اللي زي كده ما بتاخدش اهتمام مننا. يعني مثلا لو جه حد من صحابنا او اقاربنا او بتاع وقال لك انا مكتئب، هتقول له ايه يعني؟ هتقول له يا سيدي ما انا فيا هموم الدنيا، انا اعرف انت جاي تصدعنا، انا كمان مكتئب ومتنيل وبتاع. في بعض الاشخاص بتبقى محتاجه لفضفضه ومحتاجه ان هي تطلع من الاكتئاب وبتلجا لبعض اصحابها وبتاع، ولكن اصحابها او اقاربها بيخذلوها للاسف الشديد يا عزيزي. الاكتئاب كمان بيتورث او بيتولد من سن صغير. يعني معظم الناس اللي بتقدم على الانتحار بيتراوح عمرهم من 15 ل 29 سنه. اما تيجي تسالي هقول لك انا ليه مثلا في بدايته العمريه الصغيره، يعني تحس كده ان حتى في المدرسه بيولدوا له حاجه اسمها الاكتئاب لحد ما بيكبر. يعني مثلا تلاقي الطالب مثلا مش شاطر في الماده الفلانيه، وتلاقي المدرس يقعد يقول له انت غبي، انت شخص متخلف، انت فاشل وهتفضل طول عمرك فاشل، انت مش عارف ايه، ويبدا يقارنه بناس متقدمه عنه فكريا او عقليا او الكلام ده كله. صدقني الحاجات اللي زي كده بتكبر معاك لحد ما بتقعد مع نفسك كده في وقت ما وتقعد تعيد ذكرياتك وبتاع، تكتشف ان انت مش ناجح في اي حاجه. اه والله العظيم، ويصوبك كده نوع من انواع الاحباط بقى. خلينا نتكلم في الاول كده عن اعراض الاكتئاب. يعني ايه هي الاعراض اللي لو جات لك تحس خلاص ان انت داخل على اكتئاب وتحاول تتعالج منه او تخرج منه؟ شعور طبعا بالاحباط والتعب جسديا طوال الوقت. اكيد كلنا محبطين. يعني هتقول لي علي طب ما احنا كلنا محبطين ومتنايلين ونفسنا مسدوده، حتى اللي عايزين ناكل ملوخيه ولا عايزين ناكل محاجب ولا عايزين ناكل اي حاجه وابتدينا نخس نص وبتاع. ولكن هقول لك على حاجه يا عزيز، كل يوم هل انت محبط؟ كل يوم احباطك بيزيد. انا بتكلم على الاشخاص اللي بيجي وقت من الاوقات مش قادر يقوم من السرير، ما عندوش طاقه حتى ان هو يقوم من السرير يروح شغله او ينزل مدرسته او يروح يزور اقاربه او اي حاجه وبتاع، ويبتدي كده تقريبا بسم الله ما شاء الله يفتح في النوم بقى يقعد ينام كل شويه، ينام له مثلا ساعه ساعتين، يصحى ينام له ساعتين كمان، يصحى مش ممكن ينام يومين فوق ورا بعض والكلام ده كله بتاع. لما تحس ان الطاقه بتاعتك قليله ومش قادر تعمل اي حاجه وخلاص بقى السرير بقى صديقك وغبالك وما عندكش اي باور ودايما محبط او يائس او الكلام ده كله، اعرف يا عزيزي ان الاكتئاب بسم الله ما شاء الله دخل. هل انت واثق من نفسك يا عزيزي؟ لو الاجابه نعم يبقى انت زي الفل وربنا يبعد عنك الامراض. ولكن يا عزيزي اذا مثلا حسيت ان انت عندك انخفاض الشعور الثقه بالنفس، ما بقاش عندك ثقه في نفسك او ثقتك في نفسك بقت مهزوزه وقاعد كده وعمال تجيب القديم والجديد وبتاع، وانا فشلت في السنه الفلانيه، انا فشلت في الوظيفه الفلانيه، طب انا في الدراسه يا جماعه ما فشلت برضه وما نجحتش، طب انا رحت وظيفه جديده وبرضه فشلت وما نجحتش، حتى في صله الاقارب وصله الرحم وبتاع برضه زيرو، حتى في علاقاتي مع الاصدقاء بتاعتي زيرو، وتبتدي تسال نفسك سؤال وجودي يا عزيزي، هو انا لازمتي ايه في الدنيا؟
تبتدي تحس كده ان انت بلا فايده وبلا لازمه وبلا اي حاجه ومالكش اي 30 لازمه في هذه الدنيا، ولذلك ممكن تكرر طبعا الانتحار وكلام، وربنا يبعد عنك الكلام ده كله. ولكن ان شاء الله كده دايما في ثقتك في نفسك تزداد، اوعى ثقتك في نفسك تهتز او تقل. هو انا قلت كلمه الملوخيه والمحاجب في دقيقه كامل فيديو عزيزي؟ اكيد مش فاكر، انت قاعد مش مركز يعني. ولكن خليني اقول لك ان في برضه اعراض من اعراض الاكتئاب، يعني هو المعاناه من مشاكل التركيز والذاكره. تبقى قاعد في قاعده كده وبعدين يقول لك، بقول لك ايه يا عم علي، احنا كنا بنقول ايه يا تلوه؟ مش فاكر والله العظيم، يعني حضرتك انا قاعد مش مركز معاكم، يعني تحس ان انت قاعد كده مفيش اي حاجه شغل دماغك، ولكن مش عارف تركز يا عزيز. كمان الذاكره ممكن تبقى حصل حاجات امبارح، اول امبارح لو سالتك مثلا انت اكلت ايه اول امبارح هتقول لي والله ما انا فاكر مش مركز او بتاع. عندك ضعف في الذاكره وهبلك وفي التركيز، ولكن لو هي دي بس اللي عندك خارج الاعراض الثانيه، يعني الحمد لله ما جاتلكش وبتاع، ما تعتبرش نفسك مكتئب يعني، عادي يعني. جل من لا يسهو يا سيدي، ما احنا كلنا بننسى. تقلب الحاد في المزاج يا عزيزي، ما هو في ناس كتير قوي بتقعد مثلا، خلينا نقول مثلا مراتك يا عزيزي مثلا، ممكن النهارده تقعد تدعي لك دعوه حلوه وتقول لك مع السلامه يا جوزي يا حبيبي وبتاع، ربنا يجيبك بالسلامه وبتاع، تبص تلاقيها تاني يوم بتدعي عليك وعلى اهلك وعلى اللي جابك وعلى اليوم اللي شافتك فيه وعلى اليوم اللي لبست فيها الدبل واللي قعدت مع ابوها حطيت ايدك في ايده والكلام ده كله. عندها تقلب حاد في المزاج، ادعي لها ادعي لها ان شاء الله ربنا يشفيها. ولكن التقلب الحاد في المزاج ده يا عزيزي، المزاج ايه في المزاج يا عزيزي، دائما كده تلاقي الشخص ممكن يبقى عصبي قوي ونرفز قوي، ممكن يعمل اي جريمه وبتاع، شويه تلاقيه قاعد بيعيط، شويه تلاقيه قاعد بيضحك، شويه تلاقيه قاعد سرحان. عنده تقلبات حاده في المزاج، وده خلي بالك يعني الحاجات اللي زي كده لازم ان هو اول حاجه يلجا ليها للدكتور، يقعد مع دكتور نفساني ان هو عنده اضطرابات كده في عقله وفي مخه وبتاع هي اللي بتتحكم فيه. بص يا عزيزي، هو في اعراض اكتر من اللي انا قلتها، ولكن انا مش عايز اطول اول فيديو بما ان هي تجربه جديده بعيد عن كره القدم، فمش عايزين الفيديو يطول مننا قوي يعني. ولكن برضو ممكن يكون في اعراض مثلا ان تحس ان في وجع في الجسم، مفاصلك وجعاك، واخبالك ظهرك وجعك، جسمك بيخس، ما عندكش كده اهتمام بذاتك، تحس كده ان دقنك طولت عادي، شكلك وحش عادي. على فكره برضو الاكتئاب والحزن بيسود الوش، تحس ان وشك دبلان يعني، عارف الورده لما يسقوها والكلام ده كله ولما يهملوها تحس ان هي دبلت، تحس ان ملامح وشك دبلانه كده اهوت، وان انت جسمانيا كده مش متزن ولا اي حاجه. وفي اعراض كتير نفسيه واخد بالك وعقليه والكلام ده كله بتاع. ولكن خلينا نخش بقى في الشق الاهم بقى، وهو ازاي اطلع من الاكتئاب او اتعالج منه. قراءه القران الكريم طبعا والتقرب من الله دي حاجه مما لا شك فيها مهمه جدا جدا جدا، ودي حاجه ضروريه كمسلمين يعني، ان انت لازم تقرب من ربنا وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يفرج كربك والكلام ده كله، دي حاجه حلوه قوي يعني. ولكن في برضه اساليب ثانيه ممكن تتخذها يعني. برضه يا عزيزي لو انت مكتئب ولا قدر الله يعني معاك فلوس، مع ان انا عارف اللي بيتابعني كلهم شبه يعني، ولكن لو معاك فلوس تقدر ان انت تروح تقعد مع دكتور نفساني وتقعد تحكي له اللي جواك، هو اللي هيسمعك. ما هو على قد فلوس هتدفع هيقعد يسمعك كده اهوت، وكل اذانه هتبقى صاغيه، ويحاول ان هو يديك كورس علاج وازاي ان هو يعالجك نفسيا وازاي ان هو يخرجك من البتاع ده، احسن بكتير من ناس اصحابك هيقعدوا يزايدوا عليك ويقول لك انا كمان مكتئب. احنا داخلين حرب يا ابني، داخلين منافسه، انت مكتئب انا كمان مكتئب، انا حزين انا كمان حزين، مش هتسلك مع اصحابك. فلو انت معاك فلوس ومقتدر ماديا تقدر تلجا للطبيب النفسي، يقدر برضه ان هو يخرجك عن هذه الحاله. ما تحاولش برضه عزيزي لو انت حاسس بالاكتئاب انك ما تنامش ازيد من 7 ساعات، او خليهم 8، بلاش 12 ساعه، بلاش الشيفت الطويل ده اللي هو بتاع نص اليوم، 12 ساعه و13 ساعه والكلام ده كله. وتصحى من النوم تحاول تلعب 30 دقيقه رياضه، اي رياضه، اتفرج على اي قناه على اليوتيوب او على اي تلفزيون او بتاع، وحاول تقلدهم شويه، شوفهم بيعملوا ايه وبتاع، تجري شويه في الاوضه، تجري شويه في الشارع، تجري شويه في اي حته، تحاول تلعب رياضه على الاقل 30 دقيقه وتهتم بجسمك كده، وتحاول تاكل الاكله اللي انت بتحبها، حابب تاكل النهارده كذا كل كذا، حاول تاكل حلوه من النوع الكذا كلها برضو، يعني حاول ان نفسيتك كده والشهيه بتاعتك تبقى متفتحه وتهتم بجسمك، واخد بالك هتبص تلاقي نفسك بتتعالج واحده واحده. التامل يا عزيزي، ومش مقصودش بالتامل انك تفضل قاعد حاطط وشك في السقف كده، لا، التامل في كون الله سبحانه وتعالى، وتحاول تكتشف مهارات جديده وتحاول تكتشف الكون ده كله. ما دام انت عندك وقت خالص ان انت تكتئب قضيه بقى في حاجه تانية يعني، اقعد كده وحاول تكتشف العالم، حاول تكتشف مهارات جديده تتعلمها، رياضه جديده تتعلمها، حاجه جديده تتعلمها في حياتك، وتلهي نفسك كده، وتحاول كمان ترجع تعمل الحاجات اللي كنت بتعملها زمان،
وكنت بتحبها. عايز تركب عجل؟ اتفضل اركب عجل. عايز تسوق موتوسيكلات؟ اتفضل اركب موتوسيكلات. عايز تركب باراجوت؟ ده ممكن يقع بيك بس يعني ومكلف يعني مش هتعرف تركبه يعني. المهم لو عايز تعمل اي حاجه انت حاببها اعملها زي ما انا عملت الفيديو ده. اتمنى من الله يا عزيزي ان الفيديو يكون عجبك، واتمنى كمان ان الفيديو ما يكونش طويل كده ويبقى خفيف على قلوب حضراتكم، واتمنى كمان ما حدش يستهون باي حد مكتئب. يعني اي حد يقول لك يا عزيزي انا مكتئب او انا مكتئبه او بتاع، حاول ان انت تفضي نفسك 10 دقايق تقعد تسمعه حتى لو في التليفون، او تقعد جنبه بتاعه تحاول تخفف من عليه وبتاع، تكتب لك في ميزان حسناتك. والله العظيم يا عزيزي ربنا هيجازيك عليها خير، صدقني ما تستهونش بحاجه زي كده. ممكن تبقى سبب من الاسباب انك تمنع اي حد ان هو ينتحر يا سيدي. اكيد في برضو خدمه او خدمه عملاء او بتاع عاملها في البلاد ان انت تتصل بيهم وتفضفض وتتكلم معاهم او بتاع، حاولوا برضو تلجأوا ليهم، حاول تلجأ للي بتحبه وان انت تفاوض معاه وبتاع. اخر حاجه انك تفكر فيها انك تنهي حياتك. ويعني انا عايز اقول لك ان في 3 الاسبوع ده من مصر انتحروا، يعني في بنت رمت نفسها من سيتي ستار، واحد انتحر من كفر الشيخ، واحد تاني انتحر في بلده تانيه، كلنا سيبنا الموضوع ان هم انتحروا وبتاع وكله مسك قال لك لا بس خلاص الثلاثه دول كفار. في واحد تقريبا عندنا في مصر معاه المفتاح بتاع الجنه، فهو عارف مين اللي هيخش الجنه ومين اللي هيخش النار، فقال لك الثلاثه دول على النار حتى. من غير ما نسال ايه الاسباب اللي ادعتهم ان هم ينتحروا؟ ليه هم كانوا مكتئبين؟ ليه هم قرروا الانتحار؟ طب نعالج ده ازاي؟ طب نفكر في لا بالعكس كله بقى طلع وادى فتوى كده هو وقال لك لا ده خلاص ده كده على النار حتى. ده عليا الحرام من ديني ما هو داخل الجنه وقام قافل الباب وراه ما اعرفش ليه ده يعني. فاتمنى ان الله كده نحاول ان احنا نخفف على بعض كده، واتمنى ان معدل الانتحار عندنا في بلادنا العربيه كلها ان شاء الله يبقى زيرو، يعني 0% كده ان شاء الله. شكرا جدا ليكم جميعا، واتمنى كمان لو في حد حابب ان انا اتكلم في موضوع قادم وعجبته الفكره شجعني يا سيدي في كومنت وقول لي يا علي عايزك المره الجايه تتكلم على الفيديو الفلاني او بتاع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيزي المتابع العربي الجميل مش الكئيب.